This program is brought to you by Paramount. Savor the flavor of the Middle East. اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من امنيات تي في على شاشات امني في مقاطعه اونتاريو والبرتا وبريتش كولومبيا. في فقره شباب نت لليوم رح نحكي عن مسرحيه عائله ابو سلطان ومعنا في الاستديو المنظمين لهي المسرحيه في مدينه تورنتو اداء خلف وفارس محمد اللي هو ايضا كمان شارك بالتمثيل. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا خلين فيكي. خلينا نبدا معك الاء، عرفينا شوي عنك وكيف بلشت النيو ليفانت اورجنايزيشن وكيف تعرفتي على مسرحية عائلة أبو سلطان؟ أوكي أنا اسمي ألاء خلف أنا إلي بالبلد تقريباً 17 سنة الأدوكيشن باكراوند تاعي سوشيال وركر هي مشرفة اجتماعية أنا إلي تقريباً خمس إلى ست سنوات كنت بشتغل تحت كثير مؤسسات بنعمل أعمال خيرية ومننسق ومندير مناسبات واحتفالات اللي هي بتظهر الثقافة العربية ف... من خلال هذا السبب احنا بدينا هاي الشركه هي اسمها نو فونت برودكشن شركه نو فانت للانتاج بديناها بتقريبا من 8 شهور انا واستاذ وسام شهادي واستاذ نضال الوزير وايضا بعد هيك استاذ فارس محمد اشترك معنا وطبعا الهدف تاع الشركه هاي انه تنسيق واداره مناسبات واحتفالات بتظهر الثقافه العربيه من خلال الفن والمسرحيه م. هلا كيف تعرفنا على فرقه رساله اللي هم آه اللي كانوا ممثلين بمسرحيه عائد ابو السلطان، تعرفنا عليهم من خلال فارس محمد آه هم كانوا موجودين في لندن اونتاريو؟ يا هم هم يا موجودين بلندن اونتاريو يعني الرساله تاسست في لندن اونتاريو يس مزبوط. فاحنا اكشلي بشهر ثلاثه تقريبا هاي السنه آه تعرفنا على فارس ورحنا شفنا المسرحيه كثير كثير عجبتنا و يعني الممثلين والكاتب والمخرج كلهم ما شاء الله عليهم يعني كتير موهوبين. أنا بتذكر ف... أول مرة حكيتي معي فيها بدك تنظم المسرحية لا <applause> لما في عنا. تالنت عربيه موجوده جاي من الاردن بدها تيجي على تورنتو يا yeah, فهم لانهم ما شاء الله كثير شاطرين كتير كثير نجحوا بل بلندن اونتاريو اول عرض كان كتير فظيع وعملوا ثاني عرض يعني بين العرض كان اسبوع فقط وذي سولد تقريبا 1200 شخص حضر المسرحيه فكثير تشجعنا وكمان مش بس الحضور كان كتير حلو بس كمان القصه اللي هي رساله من المسرحيه اللي طبعا انت حضرتيها وشفتيها كانت كتير معتبره ف عشان هيك احنا قلنا خلينا يعني لانه هدف من اهداف الشركه انه نبرز المواهب المحليه نجيبها على مساق وعلى او على تورنتو عامه نعم ف <تصفيق> <تصفيق> طب ننتقل لفارس فارس انت دارس على حاصل على البكالوريوس في الاقتصاد المالي من جامعه واترلو شو اللي بخليك تنضم لهيك اكتيفيتيز او هيك نشاطات والله <applause> صراحه انا من زمان بحب التمثيل وبحب الغناء وبحب الشغلات هاي بس يعني دائما كان بس عباره بس هوايه يعني كنت مثلا انا والشباب بس هيك مع بعض نمثل بس انت يمكن كان دورك اكبر بالاورجنايزيشن يمكن هي صراحة أول ما بلشت مش كثير لأني أنا 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 بعرف خالد وأحمد يعني المؤسسين فرقة رسالة أولا هم خالد النبلسي أحمد أبو شارخ ودكتور أسامة القاضي فأنا بعرف أحمد وخالد من زمان فكنا يعني كنا مع بعض وهم لما بلشوا المسرحيه حكوا لي تعال مثل معنا اعمل كذا وقعدنا نحكي بشغلات هيك فنيه فاولها دوري ما كان كثير يعني بالتنظيم والشغلات اللي زي هاي اولها بس كنت عباره عن ممثل وكل ما يعني احمد يجي على باله انه يسالني سؤال مثلا شو رايك بالفكره هاي بالفكره هاي زي اي واحد ثاني بيساله كنت بس اعطيه رايي بس بعدين لما جينا على تورنتو تطور دوري شوي الستيج مانجمنت انه بدك تظبط الباك جراوند وبدك تعمل تظبط المشهد نفسه مش المشهد السيرب تبع المشهد نفسه وهيك وهكذا يعني ان شاء الله بالمستقبل بنشوف شو بصير طيب وهل بتفكر انه تنتقل من مثلا انت هلا من مجال عملك للتمثيل انه تاخذه از بروفيشن؟ والله صراحه يعني ما انا تمثيلي ما بعتبره هالقد قوي يعني, يعني يعني عباره عن هوايه وممارسه بس هيك فور فان يعني ف انا بحب الاقتصاد بحب التمويل بحب شغلي كثير يعني انا هذا يعني مجرى حياتي بس طبعا مش غلط اني امارس الشغلات اللي بحبها ايضا يعني بحب الفن بكل انواعه من الغنى للتمثيل اي شيء ثاني يعني ف طيب هلا كمؤسسين لشركه نيو ليفونت احكي لنا شو اهداف المؤسسه اذا لا بتحبي تحكي شو اهداف هاي المؤسسه وشو بتحبوا تطمحوا لأن... هلا اهدافنا احنا طبعا كثير طبعا في مؤسسات بتعمل مناسبات واحتفالات لانها تظهر الثقافه العربيه بس ما فيش كثير ما عندنا احنا استمرار هون بالجاليه العربيه بفتكر يعني بتورنتو فاحنا حابين انه انضي... يعني يكون في استمرار عندنا يعني نعمل نعمل مثلا مسرحيات نعمل احتفالات مهرجانات م -م. إيه ما تكون بس تركيز على المسرحيه تكون برضه الفن العربي الموسيقى كل هاي الاشياء م -م. ف... وكمان اون توب ذات الشيء الثاني اللي برضه مش موجود كثير هون عنا بالجاليه انه ما ما فيش كثير تركيز على الموهبه المحليه يعني معظم المؤسسات بيجيبوا يعني مثلا بتلاقي موسيقار من من البلاد او مثلا بيجيبوا فرقه دبكه وهذا الشيء كثير حلو وهذا الشيء احنا بنستمتع فيه بس في كثير يعني ناس هون عندهم تالنتس كثيره يعني واضافه للي علاء بتقوله يعني انه احنا مثلا هلا انا ما بعرف ناس كثير واحد مثلا بيعزف على العود ثانيه صوتها كثير بجنن فلان ما بعرف ايش فلان حاب يتعلم هاد، واحد بحب مثلا كثير شاطر بالدبكه الناس بدهم يعملوا فرقه بس للاسف يعني لانه كندا كبيره وحتى تورونتو برضه كبيره يعني اذا بس ما نطلع على صعيد تورونتو no. ما في محل او ما في مؤسسه بتلمهم مع بعض فإحنا بدنا نكون نقطة التجمع هذا إنه نجمع كل هالموهبات بمحل واحد وبنفس الوقت نكون منبر لإلهم إنهم يعرفوا إنهم هم يعني يبدعوا ويطلعوا شغلات مرتبة وإحنا نقدمهم الطريقة إنه يعني بيستاهلوها لا. فانه يعني ننشئ شغله مش موجوده بكندا وهو يعني مثلا على صعيد المثال هلا المسرحيه المسرح العربي او مثلا مغني او مطرب عربي او مطرب عربي موجود بكندا يعني مثلا نعم. في كندا طبعا بتمنى لكم كل التوفيق احنا رح الان رح نتوقف لفاصل اعلاني قصير ومشاهدينا تابعونا بعد الفاصل رح نستضيف معنا الممثل خالد نابلسي وكاتب المسرحيه احمد ابو شرخ خليكم معنا لبعض الفاصل